شكرا دولة الرئيس. Thank you, Ivana. I would like to first start by extending أولا أتقدم بالإعراب عن تقدير لفريق صندوق النقد الدولي بالكامل، بالإضافة إلى شكري للفريق المصري الذي عمل على كل ذلك، وأعرب عن التقدير للسيدة كريستالينا على جهودها المبذولة في هذا الصدد. في البداية أود أن أشكر فريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك على التعاون والتنسيق المثمر الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل صندوق الممدد. وفي ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني. وفي سياق متصل، فقد تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. وقد قام البنك المركزي بعدة إجراءات اليوم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وتعد قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط. وسوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات. وللتأكيد على العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزي المصري في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية اليوم أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم. وسيدعم برنامج صندوق النقد الدولي جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو مستدام، وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية. وأخيرا، فإننا نؤكد على استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين الصندوق النقد والسلطات المصرية والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.